نتبارك الله فيها اللي ساهمت معنا في إثراء هذا الحوار من طريقها إلى مدينة مراكش. يعطيها الصحة وتحية لها ولكامل أفراد الفنانين وأخواننا في المغرب الأقصى. إذن عودة إلى برنامجكم الممتاز اللي حبيتوه، برنامج مع المايسترو. مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فان. مع المايسترو. مع المايسترو متابعينه من مصر، من الإمارات، من سلطنة عمان، من كندا. تحية إلى وليد. وليد الغربي من كندا. تحية إلى زينب ياسر ومحمد الخمليشي وزينب بوساكسو وإلى كل أصدقائنا في المغرب. ونحب ما ننساش ونحب نتذكر الإنسانة الطيبة الجميلة، جميلة الروح، جميلة النفس، جميلة الأخلاق، التربية العالية والأخلاق الحسنة. نعم مراد، شكون يا المستمع هذه؟ أختنا السيدة العزيزة الغالية، السيدة نجاتي. تحية مني أنا ومن إذاعة حياة الفهم إلى المستمع الوفية، الصديقة الكريمة سيدة نجاتي. والآن نمر إلى مستمع أيضا وفي، كانت نفكر زايدة شاركنا في هذه الاحتفالات متاعنا في العام الماضي، واليوم يصر على أنه يوجه التحية. احنا قبل ذاك نقابله التحية بالتحية ونقوله له مرحبا بيك، شرفتنا أخونا منذر من تونس على موجات إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا أخويا منذر. مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين الأحلى مسامين إذاعة الحياة فهم، زهرة الحياة. حبيت نحييكم توما، حبيت نحيي السيدة الحضور، عايشك حبيت نحيي ليكيب تكنيك بقيادة الأنامة الذهبية أحمد المخلوفي أن كرون تابلو. أحمد مخلوفي بالتعاون مع أيمن ليجا. نعم أيمن ليجا زيدا موجود. وأنا حبيت نحيي زيدا في بيلي بي. نعم حبيت نحيي زيدا عبد الله حطاب كوتي سبور. حبيت نحيي زيدا صديقنا أكيد ليماج البيه، شكون يخرجها؟ محمد سيف الدين المايسترو الكبير، محمد سيف الدين بولاريت. ايوا مايسترو ديجيتال. لاباس، فرحانين برشا ان شاء الله البرنامج يتواصل في شهر رمضان، يكون في سهريه هكا تعمل 66 كيف هكا ونبداو فيها برشا مسابقات هكا، اقتراح هكا علاش لا، فما شي تكون مسابقات فنيه هكا، نحبوا نسمعوا الطبوعات وكل شيء. شوفوا اسكو التونسي يعرف، مش مسابقات راه خاطر كذا، لا اسكو يعرف المسابقات الفنيه، معناتها الاغاني الزمنيه اللي قبل ماذا بينا تجبدوا الالحان نتاعها، اسكو المستمع عنده لوفن سميه ولا مش سميه، يعني فيها جانب تثقيفي، منها اسئله فيها تثقيف، فيها يعني اجابات يتعلم منها الانسان في شكل مسابقات. نعم علاش لا، حابين نحييك انت. الوقت هذا عمي كنا ما فما اليمون، نحب نحييك بالكدي امان. حسين 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 النابتي، الوقت هذا كان نقدر في الاخبار ميسيرش، دونك حابين نحييك. تحيه ليلو كبيره ياسر، اكيد حابين نحيي زيدا في الوقت هذا زيدا عمي، والوقت هذا زيدا كانت معنا الاخت احلام الغابري دونك قسم الاخبار. حبيت نحييها، اي كي نقولوا كنا نقولوا الموجز الليلي، شكون عاد حسين؟ اي حسين النبتي، تحيه كبيره لي. حبيت نحيي الفريق جوك عاد 90 اللي يعملوا في خدمه 63 كيف، نور بيجي، حمزه بالشيخ، نور وحمزه تنصح زملائنا الاصدقاء، امير اكيد. دونك حبيت نحيي الاولاد الكل بالحق، خاطر نحن نحبوا زاد نشكروك على اهتمامك الكبير بالاعلام ولاذاعاتك. صح اكيد اكيد، الاميره الاميرات اكيد. حبيت نحيي انس الهمامي زادا، مدام سوسن، حابين نحييهم الكل. ديجيتال بربي خلينا نسميهم، سمي سهيل السني، احمد الشفار، شاكر الشيحاوي، محمد سيف الدين بولاريس، بالحق برافو 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 برافو. يقدموا في خدمه حلوه برشا وخدمه فنيه. نعم نعم نعمل بالحق. خويا لهنا زادا زادا نحب نحيي زادا اللي عند وبرشا مش معاكم، بلال دريجي، دونك حابين نحييه خونا بلال دريجي. تحيه لكل ايمن ليجا، ايمن ليجا اللي يقول ايمن ليجا شو يقول؟ ايمن ديما هاكا اللي نلقاو في ليفاكاسيون تاع العشيه، معناتها في الليل الماخر نلقاو ايمن ليجا. دونك حابين نحيي ان كرون تابلو ايمن ليجا. يعطيك الصحه، يسمع فيك وهو توا معانا في المباشر. فوالا يسلم عليك ايمن الكل. حابين نحيي زاد فريق ديسك نيوز الجدد نصر الدين حميده، دونك حابين نحيي سيام حمدي، حابين نحيي سوار حميده، دونك هذوما فريقنا. سيام وسوار في مصر. نعم نجلس في قسم الاخبار لكلكم، لكلكم حديكم كل سنه بيان سور رمضان. اش من زين قريب قريب برشا ان
شاء الله تكون معنا في اكثر من موعد سي سفيان معناتها. وشكرا لك على دمست اخلاقك. العفو ربي يفضلك. وتربيتك وربي يعطيك هكا ديما كالبون يومور اللي تخلي هنا في عشويه السبت هكا. ربي يفضلك وهذا واجبنا. وانتم مستمعين الاوفياء الحلوين اللي نفرحوا كي نسمعوا هذا يعني الملاحظات وهذا رجع الصدى اللي جاتينا منكم. نحن ذاك نبنيوا عليه ونقدموا معاكم ان شاء الله ما نجموا نقدموا كان بيكم وكان معاكم. هذه بالحق لانكوراجمون مدام زينب وسي محمد بالحق عندكم ايكيب فورميدابل ان شاء الله تكون ليكيب هذه تكون عالميه في المستقبل القريب وان شاء الله تكون شاء الله. فيما اكبر معناتها ان شاء الله حيتفهم. خويا منذر احنا توا مصرين ان نبادلوك التحيه بنفس التحيه وربما حتى نقولوا احسن منها. نحن واذا حييتم بتحيه فردوها والا أنا ايوه أي انا في وقت اخر ماذا بيا فما مقطع نحبه ياسر. قل لي خويا. على ورق الورد. على ورق الورد. حكتب له. ان شاء الله. أي كي جيت حتى مقطع قصير قصير من تكنيك ما تعرفش. تعز عليه برشا الاغنيه. حلوه برشا على ورق الورد. كريم محمود. اذا نحن باش نقدموا لك في اللايف تحيه. حلوه برشا. اسمعها معنا وعلى هذا النغم. للجميع ان شاء الله سنين زينه للجماعه اللي قاصدين ربي القروين ولا خارج القروين. سيس رواحكم واحده واحده وان شاء الله سلامات. الله يخليك شكرا. اذا انت ساهمت معنا في تنشيط جزء كبير من هذه الحصه وانت ما شاء الله عليك عندك حضور وعندك يعني تعابير حلوه وتعطينا ما تنجم الا تعطينا دفع معنوي حلو وتشرفنا بمعرفتك وربي يفضلك. يعيشك وامنية طيبه للجميع. يخليك عايشك شاي طيبه. على هذه الانغام باش نسمعوا سي مراد والاستاذ رياض عبد الله في عزف على العود ومصاحبه جميله برشا. وخليكم انتوما ابداء الراي تفضلوا. ولو اني يعني الصوت تعب شويه
شوف الزين يخلف الشهود. اي مثل في خاصة زاد صديقنا اللي طرح علينا الاغنية هذه نادي والو يا خويا منظر يا سيدي منظر سيدي منظر الغالي عجبتك ولا؟ إذن يعطيكم الصحة على هذه الهدية القيمة وصديقنا كان في الاستماع وأصدقائنا كلهم قاعدين يبعثونا بالورود والتحيات ولكن أيضا فما دائما الحاجة الحلوة ما تبطاش برشا. إذن باش نعطيكم كل حد 30 ثانية باش تسلموا على المستمعين لأن دقيقة أو دقيقتين بأقصى تقدير وباش نخرجوا مع نغم على إثره هو نسلموا على مستمعينا ومتابعينا الكرام. إذن تحيات أخوكم أيمن ليجا أخوكم محمد سيف الدين بولعراس ونعاود نسلم ونسلم الأستاذ رياض عبد الله وأخونا زهير بدوي ومراد بشير وأنا من قدام الميكروفون سفيان العماري سلم عليكم في برنامجكم مع المايسترو كلمة للأستاذ رياض عبد الله 30 ثانية. بارك الله فيك سفيان. أيوة فضل. إن شاء الله إن شاء الله الحصة هذه والبرنامج كما يقول الله يرحمه يقول الدوام ينقب الرخام. صحيح. إن شاء الله يدوم. إن شاء الله. وإن شاء الله ما تجيش أرياح اللي لا قدر الله تخليه يتلاشى احنا ما نحبوش. نحن ايش نحبوه؟ نحبوه يتقدم. امين. والطريقه ذي جبت لنا سمير سليم سحاب تدعيتهولنا. صحيح. المره الجايه نستدعاه مع اقوى من سليم سحاب. ان شاء الله ثم ديما جديد. ان شاء الله من احسن الى احسن. الله يخليك. ونوجه نصيحه لزميلي وصديقي الكرونيكور مراد بشير ان يرحم بدنه في النوم ويعطيه ما يلزم حتى يحافظ على حباله الصوتيه. تفضل اخويا مراد يعطيك الصحه استاذ. يعطيك الصحه على التوصيات الجميله هذه يا اخويا رياض. نحب نشكر كل المستمعين نتاعنا والمشاهدين نتاعنا. نذكر بعضهم الاصدقاء عندنا اخونا الهيشمي الغابي سي عبد الجليل المغري نحيوه اخويا وصديقي المنظر نقرا وتحيه لكندا لصديقي العزيز وليد الغربي وخونا الفنان الكبير وعازف كمان الأستاذ البشير السالمي. إذن مسك الختام مع خويا العزيز الغالي زهير بدوي كلمة عندك. بالأخير أحب أوجه شكر خاص ليك أستاذ سفيان على العفو ربي فضلك العفو رحابة وعلى هذا واجب وبالأخص زادة أحب أشكر الأستاذ رياض عبدالله اللي هو مستضيفني في داره. تحية لكل المستمعينك ومستمعين القيروان وشكرا لكم. الله يخليك شكرا. إذا مستمعينا الكرام كنتم في هذا والفريق العامل طبعا ما فيش حتى شك. اي نعم طبعا طبعا طبعا. إذا نقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة ويعطيكم الصحة وإلى لقاء قريب إن شاء الله.